الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اخيرا جيت في الديكور بتاعي او في الاستوديو بتاعنا. الفتره اللي فاتت كنا في استوديو تاني تحت الارض هنا في المدينه، كنا بنجهز هذا الاستوديو. يا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم كل ركن فيه، يا رب يبقى فتحه خير، يا رب يبقى بننهي مرحله وبنبدا مرحله جديده. بشكر كل الزملاء اللي بذلوا جهد خارق علشان نغير كل ديكورات سي بي سي في وقت قياسي. المهندس وسام بشكره جدا. هفرجكم على الاستوديو بتاعنا، بس قبل ما افرجكم على الاستوديو اقول لكم احنا بنحلم بايه في استوديو جديد. عتبه جديده، العتبه الجديده قال لك غير، جايز تبقى خير. غيرنا، عشنا مع الاستوديو اللي فات من شهر 7 2011. قعدنا فتره طويله قاعدين نخرج من ما بعد الثوره لفتره حكم عسكري لفتره اخوان محمد محمود ومجلس الوزراء ومزبيره، ورحنا الحكم ورحنا لمحمد مرسي ورحنا الخراب، وبدأنا خطوة جديدة وخرج الناس في 30 يوليو وجت 3/7 وراح نظام، وفي شبه نظام أو نظام مؤقت، وبنحلم بخريطة الطريق إن احنا نروح لنظام تاني. كانت محطات فيها دم كتير وحزن كتير وألم كتير وخسرنا كتير من المصريين. كانت أحلامنا مش كده، كانت أحلامنا إن البلد تبقى أحسن، لكن للأسف تغير في المصريين الكثير. نفوسنا بقينا أكثر انقساما، أكثر قسوة، بس في وسط ده كله كانت بتطلع بارقة أمل بتقول إن ممكن كل شيء يبقى كويس، وممكن اللي اتكسر يتصلح، ممكن يتصلح طالما له علاقة بالنفوس وبالإيمان بالله وبالإيمان بهذا الوطن، ممكن يتصلح. ربنا يجعلنا ممن يقربون بين النفوس، ويجعل دورنا هو التجميع لا التفريق، ويجمع هدفنا كلنا على حاجة واحدة بس: تحيا مصر، يعيش هذا الوطن. احنا رايحين، راح مننا كتير. هل يمكن ان يقف نزيف الدماء؟ هل يمكن ان يقف الصراع؟ ممكن، ليه مش ممكن؟ كل شيء ممكن. وياما بلاد اتدمرت، وياما بلاد، مش عايز ارجعكم مثلا لرواندا في تتسو والهوتو، قتلوا بعض مات اكتر من مش فاكر 850 ألف، وفي النهاية البلد دي بقى اقتصادها واعد جدا، لأن نهاية القتل إيه؟ نهاية الموت إيه؟ نهاية انتقام شعب من دم واحد إيه؟ ملوش نهاية، مزيد من الدم. لازم نحط نقطة دم تقف ويصحى فينا الإحساس تاني بإن بلدنا مهمة وبلدنا بتضيع ومحدش هيكون قلبه علينا زينا. إحنا المعنيين بهذا الوطن. عشان كده أعدكم أني سأحاول جاهدا أنا وزملائي في هذا البرنامج من أصغر واحد لأكبر واحد إن احنا نكون أداة تجميع، طرح أفكار. عايزين نطرح أفكار بناءة، عايزين نبص لقدام. احنا غرقانين في وحل الماضي مش الواقع بس، احنا بصين رقابينا كلها ملوية لورا، احنا رقابينا الفترة الجاية هتبقى لقدام. هذا الاستوديو من هذا المكان هتشوفوا حوارات. هذا المكان زملائي لما عملوه قعدنا نتناقش، اتفقنا إن هتشوفوا على هذه الشاشة جرافيك تحليلي لأحداث كثير. هتشوفوا أشخاص هنا من بكرة إن شاء الله يبتدوا يشرحوا لنا بفقرة خاصة جدا في دقائق معدودة، حريصين إن احنا نقلل الكلام يكون الإيقاع أسرع، نقدم معلومات أكتر لحضراتكم. هذا المكان اللغز هيبقى مفتاح لحاجات كتير. هنا في ناس هتقعد هتسمعوا شعر وغنى وأدب وإبداع وعلماء وفنانين وعلماء دين، في كل شيء. المكان ده هيضم حوارات خاصة جدا دافية. أما الركن البعيد الهادي ده فده مكان الصراعات. مش صراعات، هي صراعات فكرية. هنا هتبقى الأفكار عندما تتقاطع أو تتصادم أو تتفق أحيانا، كل ده هيكون خير. وهذا هو المكان المفضل الأثير اللي هكون موجود فيه مع حضراتكم علشان نعرف إيه أهم خبر، إيه أهم قضية، إيه أهم صورة، ايه اهم مقال النهاردة. احنا حريصين حسب اختيار زملائي، بقعد انا وفريق عملي، احنا هنا بنشتغل اسرة مع كاميرا المخرج عمرو عزيز اللي مش هنساه ابدا. هنبتدي نعمل كلوز كده حسب رؤيتنا، احنا شايفين ده قد تختلف معنا وقد تتفق. احنا وظيفتنا ان احنا نشاور، وهننتظر ان انتوا تقولوا لنا احنا صح او غلط. مش دايما صح، ونتمنى ان احنا ما نكونش غلط. هطلع فاصل، بعد الفاصل نبتدي الجد من هنا.